مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم ككل يوم أحد مع برنامجكم الحواري حديث مع الصحافة. كيف يمكن قراءة القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي والمتعلق بقضية الصحراء؟ وما هي أهم التحولات التي يعرفها هذا الملف بعد التحركات التي يقوم بها المبعوث الأممي أورس كولر؟ وكيف تساعد معرفة التاريخ وجوانبه الخفية في فهم حقيقة النزاع حول الصحراء وتطوره عبر السنين؟ أسئلة محاورة سنناقشها اليوم مع المحلل السياسي وأيضا أحد الأعضاء المؤسسين لجبهة البويزاريو السيد بشير الدخيل. السيد بشير الدخيل، مرحبا بك. مرحبا، شكرا لك لقبول الدعوة وحضورك معنا. الله يبارككم. يسرنا أيضا يكون معنا أول مرة جوج صحفيين يحضروا معنا اليوم، وهم عبد الكبير خشيشن صحفي بجريدة الأحداث. مرحبا بك سعد كبير. شكرا، أهلا وسهلا. شكرا. وأيضا زميل عبد الحفيظ منور صحفي بالقناة الثانية. أهلا وسهلا الحفيظ، بارك الله فيك. شكرا لك، ذكر بأنك أيضا كنت في مكتب ديال العيون لمدة ثلاث سنوات. نعم، مرحبا. شكرا. إذا بداية، كما قلت في المقدمة، هذا الأسبوع يوم الأربعاء الماضي كان هناك قرار جديد لمجلس الأمن الدولي والمتعلق بقضية الصحراء. بغيت في البداية أطلب منكم التعليق سي البشير الدخيل على القرار، وشنو هي أهم الأمور اللي جات فيه بالنسبة لك؟ بون، شكرا. هذا القرار الأممي اللي تم التصويت عليه يعني في يوم 30 في هذا الشهر الماضي، على ما أعتقد جاب سبع نقاط، تكلم عن سبع نقاط أساسية. الأولى منهم هو يعني الفترة، لأن ولفنا على أن كل سنة كان كل سنة المينوسو اللي هي يعني المؤسسة المتكلفة يعني بالأممية، يعني كل سنة كانت كل سنة تعاد لست شهر، الآن ست شهر. ست شهر قرأتها الأولى، لماذا ست شهر؟ أولا تنم من على أن المجلس الأمن يهتم كثيرا، وهذا ما ورد في تدخلات 15 عضو، على أنه خص هذا الصيرورة السياسية تبدأ، خص تبدأ لأنه الستاتيكو يعني الوضع الراهن خصو يزحزح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنا أرى فيها أنها نوع من ربما الضغط على جميع الأطراف أن يتقدموا بأفكار أو ب يعني طريقة من أجل مثلا حل حالة هذا الملف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو في الطرح الأساسي هو الأطراف. الأطراف حسب مثلا النص اللي عندهم الفرنسية يدي لي بارتي، ما يقولش طرفين، ما همش طرفين. دو بارتي. يعني كي مثلا على أنه هنا أصبحت مثلا المنظومة الأممية تحاول أن تقترب شيئا ما مع هذا المشكل، اللي هو مشكل في الواقع شائك جدا. وفي التدخل مثلا الصين قالت على أنها مثلا هي ترى أنه هذا المشكل معقد كثيرا، وإذا لا يمكن إسراع في محاولة أخذ قرارات وشيء من هذا القبيل. يعني ما كنقولوا الأطراف يعني بأن المغرب، البوليزاريو، وأيضا دول الجوار. البوليزاريو ليست إلا منظمة من المنظمات اللي يمكن لها أن تمثل الصحراويين. الصحراويين ليسوا يعني مجموعة يعني منضوية في منظمة واحدة، لو كان ذلك لاعترفت به مثلا إسبانيا في 75 و76 و77 كمنظمة ممثل وحيد وشرعي. اليوم في العالم ما تسمعش حزب مهما كانت قوته يقول لك أنا الممثل الشرعي والوحيد، ما يمكن. هذا الوحيد معناه أنه هو اعتراف بأنك ديكتاتوري ولا تعترف بوجهات نظر أخرى. الصحراويين غير منضويين كلهم في البوليساريو، بل هناك صحراويين ثانيين في أحزاب أخرى، وفي هو اسمه خير دليل مثلا في الأقاليم الجنوبية، يعني كل البلديات الصحراويات يعني والجهات كلهم صحراويين وصوتين وكلها كيمثل الحزب. إذا هذا عنده حقية على الرغم على أن عنده وجهة نظر. أضيف إلى ذلك المفكرين والكتاب والمحللين ولا ولا ولا. غرجع معك فيما بعد القضية ديال التمثيل، من له الحق في تمثيل ساكنة الصحراء؟ نخليك تكمل في القراءة ديالك لهذا القرار. النقطة الأخرى هو هذا السيق اللي هي حل البحث، لا ريشيرش دين سولوسيون، يعني بحث عن حل سياسي ليس عسكري ولا جغرافي ولا مادي ولا سياسي، رياليست يعني واقعي براغماتي، عملي او عملي، يعني براغماتوس هي جي من الواقع، حتى هي ايديرابل، دائم. اذا هذا الحل هو هذا، كامل التقرير يراد به لا فورمي اللي يراد به هو هذا، ويكون يعني متفق عليه
من طرف الجميع. وهذا الجميع هون لم يحددوا هذا ولا هذا ولا هذا، لا الجميع خصوا، بل بالعكس في فترة أخرى يتكلم عن الشباب والنساء ويتكلم عن هذا الشيء، يعني معناها لأنه هذا شيء أساسي مهم. شنو هو هذه زحزحة اللي زحزحت هذا الوضع الراهن اللي هو دام 43 سنة؟ فهمت؟ اللي زحزحت لابد أن من البحث عن حل سياسي يعني دائم رياليست براغماتي ويكون يرضي الجميع. وهذا ما قال حتى بوليفيا اللي هي مناوية شيئا ما مثلا للطرف المغربي، هذه بوليفيا اعترفت حتى هي على لا بد من زحزحة هذا الملف، يعني بأن المشكل بعد النزاع طال تقريبا أكثر من 43 سنة والضروري إيجاد حل. لا بد من إيجاد حل، لا بد لا لا بد لا يمكن أن يستمر إلى الأبد إلى 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 اليوم الأخير. لا بد من حل، لأنه الحمد لله اليوم في الدول المغاربية أصبحت هناك يعني ناس كفاءة وهذا. وعلى ذكر الدول المغاربية راح تكلم وملك ذلك في بعض من هذا هو اسمه، لأن مثلا دول المغرب العربية هي هم المنطقة الوحيدة في العالم اليوم اللي منظماتها الجهوية منظمتها الجهوية لا تشتغل. فأمريكا اللاتينة هناك أكثر من على الأقل من 17 يعني منظمات جهوية، منها ميركوسور مثلا اللي هي تشتغل على مصالح الاتحاد الاوروبي والاتحاد الاوروبي والاسيوي ولا غير ذلك. مؤكد ان القراءه لهذا القرار دائما ما يعني عهدنا بانه بمجرد ما يصدر القرار تقوم الجزائر وتقوم بوليساريو بقراءته بطريقه تاويلها الخاص، وتقدم يعني قراءتها للداخل المتعلق بمخيمات تندوف وكذلك للداخل الجزائري لإظهار على أن هناك نوع من الانتصار على المغرب. في هذا القرار لأول مرة نلاحظ بأنه هناك انفلات فيما يتعلق بالتأويل، بحيث أن وسائل الإعلام داخل يعني مخيمات تندوف أو في الجزائر تحدث على أنه أسوأ قرار على الإطلاق يصدر بطبيعة الحال، وعددوا مجموعة من الأشياء الجديدة التي كانت صادمة بالنسبة لهم. هل لا تطلعنا انطلاقا من خبرتكم ومعرفتكم بالعقلية التي تقرأ مثل هذه القرارات، هل لا تطلعنا على يعني مكامن هذه الصدمة، أين تكمن في القرار؟ أولا العبارات التي كانت تشتغل عليها البوليساريو كل السنوات هي تقرير مصير شعب الصحراوي. هذا تقرير المصير في ماذا يكمن؟ في ماذا يكون؟ هو هناك مشكل سياسي، وهذا المشكل السياسي اليوم هذا التقرير الأممي ضرب عبر الحائط تقرير المصير بالمفهوم اللي تفهمه البوليساريو، وضرب عرض الحائط الاستفتاء، لأنه حل واقعي يرضي الجميع هنا. يعني هون مثل قضية الاستفتاء، لأن الاستفتاء وتوقف عند مرجعية 1757 مرجعية. وهنا معنى أنه شنو؟ معنى أنه بحث عن مشكلة. علاش؟ منين نقولوا واقعي الساكنة في 1975 هذه هي الساكنة لليوم. تغيرت الجغرافيا السياسية وتغير الجغرافيا البشرية وتغير حتى المنظور الحياة تغير في هذه المناطق. وهناك يعني شبان اليوم دكاترة عن مزدادين 75 إلى غير ذلك. إذا معناه أنه هناك حل مشكل اللي هو يعني عمر كثيرا، ولا يمكن له أن يبقى حبيست مثلا منظمة واحدة اللي عليها قيادة، يعني فرضت هذه القيادة على الصحراويين الأخرين اللي كان يفهم، وتم يعني التكرار دائما نفس الشعار وهذه نفس الأسطوانة. اللي يجي القرار هذا شو يقول؟ خصنا نبحثوا بدون يعني نوايا غير سليمه كاملين من اجل ايجاد حل يرضي الجميع. المساله الاخرى اللي باغي نشرها هنا هو على انه خصنا نفرقوا ما بين المتضرر الكبير هو ذوك الناس اللي موجودين في المخيمات واللي هي وضعهم وضع انساني لا علاقه له، ما يمكن ربطه بمنظمه واحده. أنا تلاحظ أن في القرار لأول مرة هناك خطاب واضح يميز هذه السكينة، الحديث على التنمية، الحديث على المغرب العربي الكبير، الحديث على الساحل، يعني يركز على الجانب الإنساني في كثير من الفقرات. وهذه يعني لغة جديدة،
لم تسعف بوليزاريو في الكذب على المخيمات، ولهذا لاحظنا لأول مرة كما قلت هناك جرائد وصحف التي سبقت وتحدثت على أنه أسوأ قرار لمحاولة سي، لأنه أولا أكثر من هذا، في هذا القرار مثلا هناك اعتراف بالتقدم في حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية تماما، ولم يذكر البوليسان، لم يتم ذكره، لم يذكر البوليسان المطلق، لا يذكر البوليسان نهائيا، ويفترض أن البوليسان أن يكون مدافع عن حقوق الإنسان ما دام أنه يكافح، بل هي الورقة التي كانوا يشتغلون عليها، هي الورقة اللي كان. إذن هو في هذا التقرير مثلا في هذه الفقرة لا يذكر يعني البوليسان، بل أكثر من هذا ضرب عرض الحائط مفهوم الأراضي المحررة، وأصبحت ترجع هناك للتقرير 1900 يعني اتفاق السلام اللي هو 1991 واتفاق العسكريه على ان هذه المناطق سي سون دي زون طامبون مناطق عزيزة، يعني وطلب منهم الله يجازيهم بخير باش ما يزعزعوا العمليه على انهم ما يجيبوا لادمينستراسيونهم البير الحلول لتلك المناطق ولا بالقرقره. اذا هذا نعت مباشر على انه الخاسر في العمليه والبوليساريو، لانه كان يبيع الوهم ويقول على انه عنده اراضي محرره صح، وهي اراضي غير محرره صح، هي اراضي زون طامبون ومعروفه في الاتفاقيه اللي عندهم هي معروفه. اذا ما ليست هناك اراضي محرره. والمساله الثانيه اولا هو على انه الجانب الانساني، حتى الجانب الانساني اللي يتمطاه ما تكلموش على الانجازات بين قوسين في مخيمات تيندو، بل تكلموا عن الوضع المزري لتلك المخيمات. وهذا الوضع، لماذا على الوضع المزري؟ لانه البوليساريو النهار الاول لم يسمح يعني باحصاء هذه الساكنه احصاء حقيقيا للتلاعب بالاعداد مثلا الدعم الانساني، ثم كذلك هذه المخيمات لم يسمح لها ان يكون لها حقها كلاجئين كما هو وارد يعني في الاتفاقيات الدوليه ان يكون هذا الانسان لاجئ ومن حقه تكون عنده يعني برقيته ويكون عنده استاذ البشير ده. اسمح لي نبقى معك في الاطار العام. التقرير يعني القرار 2440 جاب جوج ديال الامور، تكلمتي بانه حث الاطراف على بحث حل سياسي واقعي الى غير ذلك، وكما اشاد يعني وكرس مقترح الحكم الذاتي اللي تقدم به المغرب سنة 2007. يعني كيف ترون بأنه الأمين العام أو المجلس الأمن بأعضائه 15 يرون بأن هناك مقترح في الجيب على الطاولة، وكذلك بين بأنه هناك مسار أو الملامح الأولى للتفاوض، كيف ترون يعني هذا استحضار دائما الحكم الذاتي؟ لا، لأنه الحكم الذاتي ليست إلا ترجمة من الرجيم مثلا للقرار 15-14 ديال الأمم المتحدة. هذا البوليساريو تكون الاستقلال لترجمة، ولكن فيه تراجم أخرى في الريزولوسيون 15-14، هذا قرار 15-14 فيه بعض الحيل الثانية. المغرب تقدم بفكرة يعني الحكم الذاتي، واللي الحكم الذاتي هو فكرة ديمقراطية وهي تتماشى مع الواقع اللي كان يعتبر بانه الاستفتاء هو المرادف للتقرير المصيري، بان الحكم لا هذه هذا الطرح اللي موجود بالنسبه لك انت، بان الحكم الذاتي التأويل في التاويل الذي تم، هذا الموجه الثانيه من التاويل اللي وقعت البارحه يعني هذه يومين بعد الصدمه ديال قراءه القرار، يعني تجندوا الان يركزون على شيئين، يركزون على تفسير ذكر تقرير المصير اللي وردها عباره من العبارات، ويتحدثون على سرعه التفاوض، يعني ما بقاش بيدهم اشياء يمكن يمروها كما ان هناك تناقض. يعني كنشوفوا مثلا ابراهيم غالي يعني في اول خطاب له في يوليوز 2016 قال يعني بالحرف هناك خيار واحد، الاستقلال او الشهاده. يعني هناك اين هو التقرير المصير ما دام انه يخير يعني من معه يعني في المخيمات والقياده التي معه بين اما الاستقلال او الشهاده، دونك اين هو تقرير المصير؟ يعني هو يضرب في عمق يعني الخيارات المطروحه. الاستفتاء لا يمكن له ان يكون. لماذا؟ الامم المتحده هي نفسها اعترفت انها لا تستطيع ان تحدد الجسم الناخب الذي يمكن له ان يكون هو المشارك او البات في هذا الاستفتاء. اذا ما الحل؟ شنو الحل؟ ما يمكن يكون استفتاء، هل الاستفتاء ما يمكن، ما هو الحل؟ وذا النوع يعني هذا النوع من المشاكل السياسية لا تحل عبر استفتاء إلا باتفاق يعني مسبق، و
هذا ويكون مثلا استفتاء يعني شكليا ولكن الأمم المتحدة قامت بعملية تحديد الهوية شفت سينات وفشلت لأن تحدد الجسم الناخب واعترف إيريك جنسن في كتابه مثلا إذا قريته مثلا بامور يعني على أنه لا يمكن الخروج يعني وجود سيقة عبر الاستفتاء لأنه الجسم الضخم معنا ما لقيناش هذا اللي ليه صوت شكونه هو هل هو إحصاء إسباني حين في 74 أو أنها لأن حتى الكتلة الناخبة فيها الموريتانيين فيها الجزائريين فيها الماليين فيها الصحراوي من هو الصحراوي الذي سيشارك يعني في الاستفتاء هنا جت الصعوبة يعني هذا هو الخطأ الكبير اللي وقع فيه البوليساريو النهار الأول وقع فيه هذا الخطأ علاش؟ لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن الصحراوي بمفهوم الصحراوي يعني القبلية اللي منتمي للقبيلة مجال كبير هناك مجال يتزاوج 260 ألف كيلومتر اللي هي الأراضي ديال الساقة الحمراء والذهب هل الأخرين اللي ما هم في الساقة ليسوا صحراويين وإلا دخلوا هذا في الاستفتاء ما يعني ما شنو هو مصير مجالهم الأراضيهم شنو مجالهم هذا القضيه واحد القضيه منذ بدايه النزاع كاين واحد النقطه اللي مطروحه القضيه التمثيليه من يمثل ساكنه الصحراء واش هو البوليزاريو واش المنتخبين بالنسبه لك هذه القضيه ديال التمثيليه من له الحق في التمثيل وبانه يتكلم باسم ساكنه الصحراويه هذا هو اللي قلت لك على انه شكون اللي عنده الحق بانه يقول لك انا صحراوي كنهضر باسم الصحراويين واحد مثلا دخل في الانتخابات في السماره مثلا وصوت على حزب يمثل الحزب اللي صوت عليه لان هناك عمليه انتخابيه ولا لا شرعيه انت ما يمكنش يمثلك واحد بالنوايا يحلم هو بانه يمثلك ويسلاح ويقول انا نمثلك انا ما صوت عليك انا ليغالمون ما صوت عليك انت ما تمثلني اذا الديمقراطيه تنافى مع الديمقراطيه انا قلتها قبيل انا واحد يقول لك انا الممثل الوحيد اذا انت ديكتاتوري والشرعيه الشرعيه من لقيتها الشرعيه لا تتنافى مع الوحدويه يعني كوحيد هذا غير شرعي الصحراويين موجودين في واحد مجال وفيهم اللي في الاحزاب هنا عندنا في الاحزاب في الصحراء كاين الاحزاب كامله وفيه اللي حتى فيهم اللي باغي يكون منفصل وفيهم اللي يعني ما هو داخل حتى حزب هذا شكون يمثله تمثلوا انت لانك مسيلح الهافتين دوف تقول انا راني ممثل ديالك ثانيه من ناحيه حتى الاعداد اللي قامت الامم المتحده بجردها كيف تعرفوا 73% منها في الأراضي يعني الأقاليم الجنوبية البوليساريو عنده 35 أو أقل وهذه 35 مشات منها أكثر من 18 ألف أو أكثر إذا شحال بقى؟ شو تمثل أنت يا؟ تا فكرة الممثل الوحيد من ناحية السياسية ومن ناحية الجيوسياسية يعني بدأت الآن يعني من الخيارات الفاشلة فيما يتعلق بالدعاء التمثيلية ولكن أنت تعرف جيدا أنا ما يهمني أن يعني لك خبرة فيما يتعلق بالعقلية أولا لكيف تفكر بوليزاريو كيف يفكر مواطنين ديالنا اللي كاينين في تندوف الآن كاينين معارضة داخل لاحظناها في كثير من المحطات داخل المخيمات التي ترفض مثلا ترفض تمثيلية المؤتمرات التي تعقدها بوليزاريو ومعنى هذا أن ليس هناك رأي واحد هناك ما يتعلق بظهور حركات منها حركتكم حركة النيمار حركة الأخيرة المبادرة من أجل التغيير وهي محاولات لتعبيرية تعبر على وجود رأي آخر بمعنى أن فكرة الممثل الوحيد بدأت يعني تهتز من الداخل قبل أن نقع في وجود المغرب الذي يعتبرونه محتل والطرف الآخر الآن هناك داخل بوليزاريو رفض للتمثيلية الواحدة لأنه راني قلت هذا يتنافى مع الديمقراطية البوليساريو من 1974 حينما بدأت تدخل الجزائر في الملف كانت هناك دائما أصوات منافية تريد يعني التدلية بأصواتها أو بوجهة نظرها اللي ربما تختلف مع تلك القيادة الصغيرة ولكن في نظركم الآن هذه مكتسبات هذا مكتسب سنذهبوا إلى جنيف سنذهبوا إلى جنيف دقارة سنذهبوا إلى جنيف في رأيك ما الذي يجب أن يستثمره المغرب لاحظنا تصريح ديال وزير الخارجية ناصر بوريطة الذي يتحدث على أنه لا يمكن يعني الجلوس للتحدث والجزائر موجودة في الكولوار يعني لا تشارك
القرار واضح على أن يدعو الأطراف بربعة لأنها تكون مساهمة أكثر. في نظرك ما الذي يمكن للمغرب أن يستثمره في هذه المحطة الحاسمة؟ هي محطة مؤسسة لما سيأتي فيما بعد. غير باش نشرح للمشاهدين بأنه غير تكون واحد طاولة مستديرة يوم 5-6 ديسمبر في جنيف وغيكون تلاقوا فيها الاطراف. يعني الان غالبا الاطراف بان كل قالت بانها تكون حاضره، المغرب، البوليزاريو، الجزائر وموريتانيا، ولكن هي ماشي مفاوضات، هي فقط مائده مستديره للنقاش. اكزاكتوم، هي مائده مستديره 5-6 لي بور دريسي لي بيلان مثلا لانها تقييميه. وكذلك تكلم على الاحداث الاخيره اللي فيها القرقرات وغيره، لانه هذاك المساس من هذه الاتفاقيه. اي ابوردي لي كيستيون ريجيونال، مثلا القضيه الجهويه، لان عندنا قضيه الارهاب، عندنا مالي، وعندنا يعني جمله من المشاكل الكبيره اللي شمال افريقيا ما فيها الا هذوك السبعه ديال القيادات البوليساريو هي اللي كاينه. راه كاين بزاف كثير من المشاكل اللي هي موجود خاصه تناقش. اللي مهم فيه على انه شاركين ديسيدير بما فيه الجزائر صحيح وموريتانيا والمغرب، المغربي معناها على انه حتى هو عنده الصحراويين ديالو، ما خصناش ننساوها، مفهوم؟ اذا المغرب هون راه ما معناها لا يعني طرف صافي، لا، المغرب طرف الى بغينا نقولوا عنده الناس ديالو، اللي هذو الناس ديالو اللي فيها كي قلت منضويين ورؤساء. احنا عندنا الجهات وفي صحراويين كاملين الرؤساء ديالهم، هذو ما عندهم دور، ما عندهم شرعيه، ما عندهم وجهه نظر، ما عندهم والو، ما يمكن. اذا احنا اللي عندنا نبحث عن حل سلمي يرضي الجميع، البحث عن حل، راه ما موجود الحل مازال، لا يمكن ان يكون حلا مثلا ذاك هو مصور في تنصور. لكن المغرب كان ذكاء في المغرب استباقي في المفاوضات ديال الاتحاد الاوروبي، حضروا الممثلين الشرعيين ديال السكان ديال الاقاليم الجنوبيه. هذا تهيئ لانه الدور ديال الجهات وهذه الجهات بالخصوص ان يكون الممثل، يعني بطبيعه الحال هما شرعيين لان كانت انتخابات. ولكن ما يهمني انا الان بالنسبه لقضيه الصحراء ليست قضيه الاقاليم الجنوبيه، قضيه وطن. من المؤكد على ان المعالجه ديالها شيئا ما معقده في تدبيرها. من السهل جيدا ان نتحدث على تمثيليه معينه في منطقه وكذا، يعني يمكن ان تكون مضاده للبوليزاري، ولكن احنا في المغرب انا اوجد في المنطقه الشرقيه تهمني الصحراء، معنى اننا سنذهب الى مفاوضات او الى المائده المستديره في اطار هذا الحل الواسع لقضايا المنطقه. ستكون بدايه لما كان المغرب يتحدث عنه عند عودته لمنظمه الاتحاد الافريقي. الرؤيه المغربيه الان سود لغاي صغير، واحد النوع الاستثمار يكون ذكي ويكون مكتف من اجل ان تكون هذه الانطلاقه مهمه بالنسبه للقضيه الوطنيه. نعم تفضل. طبعا انا قلت لك على انه قالت في الصين قبل مني صحيح. او في جلستين او في قرارين بسيط، هناك جانب انساني معقد حتى هو، لانه كيف قلنا كاين ساكنه وكاين مدار، المدار لا يتماشى مع المشكل السياسي اللي قلناها. هناك دول مجاورة عندها فيها اللي عندها ضلع كيف الجزائر، لأن الجزائر اشتقلت منذ البداية، وهذه وثيقة هنا ديال سفير إسبانيا 67. الجزائر كانت تشتقل دائما، ها هي وثيقة جزائرية باريثي كارخيليا، يعني بريتندي اثير دي تندوف الفوكو اتراكسيون دو نوماد، يعني انه كيفاش جعل تندوف منطقة جد للرحل، للرحل يعني الرحل شكون؟ رحل، وهذا هو على جال مونكار في تندوف. اشتقلت الجزائر من يعني شمس 67 والجزائر كتشتغل 67 67 ماشي 75 يعني قبل من خلق البوليزاريو، قبل وقبل خلق البوليزاريو. اذا معناها انه شنو؟ معناها انه في اشتقال، في استراتيجيات، ليست هذه الاستراتيجيات اللي احنا شفناها بدات من 75، هذيك اشتقلها فيما بعد وباديه من الحرب الرمال، من هذه حرب الرمال، وهو بدا دائما هذو. وانا سبق لي ان شاركت يعني في واحد اللقاء داروا المرحوم بومدين في 1976 عيد العمال يوم واحد، الحجرة من اراد ان يبحث وقال امامي انه سيضع الحجرة في صباط المغاربه،
شكون هي الحجره؟ ولكن عبد الحفيظ هل تسمح لي واحد السؤال ونعطيك كلمه اسمح لي عبد الحفيظ، هذا سؤال اللي كيطرحوه المغاربه كيطرحوه الراي العام، شنو مصلحه الجزائر بان هذا الوضع بانه يدوم بهذا الشكل هذا؟ حنا كنعرفوا بانه النتيجه ديالو هو التعطيل ديال الاتحاد ديال المغرب الكبير يعني لو غرو ماغريب، شنو مصلحه الدوله الجزائريه في هذه القضيه هذه؟ بانه في التعطيل ديال هذا المسار هذا كامل وبانه ادامه النزاع والصراع في المنطقه. بول فالتا الصحفي الفرنسي، الصحفي الفرنسي المشهور سبق له قال الجزائر انذاك لها المشكل اللي دي الصحراء، يعني الصحراء الشرقيه الشرقيه يعني الجنوبيه والصحراء الغربيه، يعني الصحراء اللي عندها هي غربيه حتى هي يعني تندوف وحسب هذا. علاش؟ لانه هذو نفس يعني القبائل كان حنا نفس القبائل نفس يعني مجال تمام. صح. صور معايا على انه هذه القبائل قد مثلا يجي غالي العيون، هذه القبائل الى اين تتجه؟ هل هي ستتجه الى الجزائر يعني العاصمه وتقول احنا في دولتنا، ام تقول احنا ولاد عمنا راهم في تندوف معنا في العيون، اذا احنا ما عندناش علاقه مع الجزائر. اذا الجزائر واعيه على انه المشكل اكثر مما هو مشكل ارضي هو مشكل انساني، لانه في مجال كبير المدار واحد المجال واحد المدار ولعبت عليه فعلا. هذه مثلا الوثيقه الاسبانيه ها هي فهمت تقول هذا الجزائر تريد ان تجلب مثلا هذو لي نوماد ديك الساعه على انهم يكون سنتر ديالهم تندو. وهذا حاولته فرنسا في 1957 لما كونت سي اورغانيزاسيون كومين دي ريجيون صحراوي، وكانت باغيه دير حتى هي ان تندوف تكون هي المركز، لانها منين تستغل الجزائر خاصها تحيي ذيك المناطق الغنيه من الجزائر. اذا الجزائر وعات بهذا الشيء وقالت بون انا اللي ندير الحجره في صباط المغاربه، انا ماني باغي استغلال الصحراء. وخير دليل على ان في 2001 او 2 كانت قدمت مقترح تقسيم ثاني خير مقترح. اذا الجزائر لا يهمها مصير الصحراويين، لكان يهمها مصير الصحراويين تكون تهلات في هذيك 75 ولا 80 ولا 90 انسان اللي عندهم، واللي البعض منهم هما ذات الجنسيه الجزائريه صحراويين صحراويين جزائريين. وهذا لم يقع لانه اصبحت هناك هي الوسيله مثلا من اجل ضمان مصالح الجزائر في هذه المنطقه، ولضمان هذه المصالح لا يمكن لها تظن هي لا يمكن لها الا ببقاء البوليزاريو الجزائري وسيله لها هي، ولا يهمها يعني ما تعيشه تلك المخيمات ولا يهمها ما تعيشه تلك المناطق. ونتاكد نكد من هون من هذا البلاطو عن الجزائر لا تريد استقلال الساقه الحمراء والذهب، هي نفسها لا تريدها لانها هي نفسها سيوقع فيها انقسام حتى هي، ولكن تريد ان تزحزح يعني وان تضمن مصالحها وان تكون لها مخرج، لانه جبيلات يمكن تخرج 600 كيلومتر من الاطلنطيك ولا يمكن تخرج 2000 وكثر من وهران. نعم واضح استاذ دخيل، يعني الجزائر وفي ظل يعني هذا التناقض اللي كانت اللي مره تظهر بانها لا شان لها في النزاع مره، ولكن واقعيا هي التي توفر يعني الغطاء الدبلوماسي، كنشوفوا انه القيادات ديال البوليساريو يتحركون بجوازات سفر جزائريه او غيرها، كنشوف بان كذلك كتوفر يعني الوسائل الماديه واللوجستيكيه لكل يعني القيادات البوليساريو. كيف تقرؤون يعني سؤال مباشر، كيف تقرؤون يعني انها قرار ديال مجلس الامن انها الاشاره المباشره للجزائر يعني ودعوتها للقاء جنيف؟ اولا هناك مبعوث الماني اللي كان رئيس دوله هوس كولر. هوس كولر ما عندوش المانيا ما عندهاش مصالح انيه في المغرب العربي بعيد من حتى هي دولة ما عمرها استعمرت شي حد حسب علمي. إذا هي الدولة الألمانية ولا حاولت الدولة الألمانية بعيدة من هذا. وعنده وزنه وهو يحاول بطريقة براغماتية بأنه يفهم المشكل. المشكل أنت تدربني تسلحني تعطي الفلوس للسفارات يعني تكونني فهمت وعطيني الأرض وتقول لي أنا ماني طرف. شكون هو الطرف إذا؟ الجزائر دير هذا كم؟ وحتى مثلا من يبقي تقير في البوليساريو 74 88 انتفاضه 88 ديال القيادات ديال الاطر، والان
هناك مجموعة من الأطور النقيين اللي بقاو شوي من الديمقراطية ومازالوا مسدين عليهم. علاش؟ لأن الأشخاص الشخص اللي خصو عنده تسير البوليسير خصو يكون يعني تابع للتعليمات الجزائرية. كيفاش الجزائر تقول أنا 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 ما عنديش ضلع بهذا؟ هذا لا يعني راني هون منت... المسألة الثانية اللي خصنا نوعوا بها، كل هذه الدول والشعوب المغاربية خلق فيها التقيير، خلق فيها ترانزيسيون انتقال. إلا الجزائر، الجزائر ما زالت عقلية الثورة الجزائرية والمشايخ ديال الثورة الجزائرية هما المتحكمين. إلى حد الساعة لم يكون هناك يعني يطلع للحكم أي رئيس جزائري إلا من المشايخ القدام ديال الثورة الجزائرية. إذا لا ترانزيسيون على الجزائر ما زالت ما وقعت. إلى وقعت هذه لا ترانزيسيون إيش قد يوقع؟ أنا أظن على أنها ستتغير المفاهيم وستأتي هناك نخب جديدة يعني براغماتية اللي تحاول أنها أن نكون لنا مصالحنا، لأن الضيعة الأكبر هما نحن كاملين. الضيعة الأكبر ماشي إلا المخيمات، ضيعين إحنا وضيعين في موريتان وضيع الجزائر وضيع المنطقة كاملة. وهذا هو على أن هذا المشكل لا يمكن أن يبقى يعني رهينت. وهو المذكور هذا هو اللي قصته أنا، ذكر منطقة الساحل، ذكر المغرب العربي، ذكر هذا مرحلة يمكن أن نتحدث عن تغيير جيوستراتيجي. وهذا هو السؤال ديالي. هذا الوضع كنا نعرفه يعني من قبل، وكان التساؤل الدائم هو كيف يمكن لبضعة خيام أن تتحول إلى دولة وأن تكون هناك دول تقاتل من أجل أن تساعد الجزائر في الأمم المتحدة، تساعدها في منظمة الوحدة الإفريقية باعتراف غريب جدا بكيان لا يتوفر على أي مواصفة الدولة. سؤالي، هل المتغيرات الجيوستراتيجية تلعب الآن في صالح المغرب؟ نلاحظ على أنه فكرة الانفصال رفضت في أوروبا، رفضت في آسيا، رفضت في يعني في إسبانيا، في يعني في مجموعة المناطق التي يظهر على أن حتى روسيا حساسة جدا من فكرة الانفصال، والصين لها كذلك حساسية كبيرة جدا من فكرة. معنى أن هل الوضع الجيو استراتيجي يلعب لصالح المغرب، خصوصا وأن الإدارة الأمريكية الآن تبدو براغماتية فيما يتعلق بالتعامل مع المنظمات بعثات السلم والأمن، وتريد أن ترى نتائج، وهذا هو التفسير الحقيقي، تريد أن ترى نتائج فورية، تحاول بوليزاريو أن تفهمها بأنها ضغط على المغرب، ولكن في الحقيقة هي براغماتية من أجل حل مشاكل كتصرف فيها الفلوس. ترامب يتحدث على الفلوس. واش هذا تغير استراتيجي حاصل؟ طبعا لا ننسى لأنه البوليزاريو تأسس في عصر الحرب الباردة، والجزائر ما زالت، والقيادة التي فرضت الجزائر ما زالت تفكر بنفس تفكير الحرب الباردة. اليوم احنا أصبحنا في العولمة، وتغيرت المعالم كاملة بما فيه المعالم الإعلامية وغيرها ووسائل الوجه للمعلومة، تغير هذا، تغير كل شيء. إذا لا بد لنا من ناس يعني أكفاء يفهموا على مصلحتنا وفي حل هذا المشكل والحفاظ على كرامة الإنسان، لأنه الإنسان هو كل شيء. الإنسان يعني هو كل شيء. إذا معناها لأنه حينما تتغير هذه الوضعية، وفعلا المجلس الأمن توصل إلى هذا، توصل على أنه بغينا المسلسل يمشي، بغينا حل يعني يرضي الجميع، بغينا حل واقعي. هذيك واقعي فيها كل شيء، معناها أنه يكوتير هذا الشيء غير واقعي. تبغى تدير استفتاء ما غير واقعي، ما عرفناه شكون هو اللي يدير استفتاء. قلبونا يبحثونا عن حل يرضي الجميع ويكون واقعي براغماتي وابدي، يعني عنده السيرورة ابديه، ما يمكنش يكون ظرفي. علاش؟ لان ما تعانيه اليوم الدول وعدم الاستقرار. ما تعانيه الدول اليوم شنو هو؟ مثلا الارهاب. ما تعانيه الدول اليوم شنو هو؟ الكوارث الطبيعية. ما تعانيه الدول اليوم هو التنمية ومشكلة التنمية. إذا هذه المعطيات كاملة ما يمكنش نخلوها على جانب ونقولوا لا راه خالق غير هذا الملف. سي باشير تخير، نرجع معك شوية للتاريخ. تفضل. أنت كما قلت في الأول من النواة الأولى المؤسسة لجبهة البوليزاريو، يعني بأنه حتى ملي كنا كنوجدوا كاع البرنامج تلاقينا من أجل إعداد البرنامج، كنت تتكلم حكيتي واحد النادرة بأنك أنت أيضا اللي لقيتي الاسم ديال البوليزاريو، لأن يعني اسم البوليزاريو هو بالإسبانية. سي. بغيت تعاود لي كيفاش كانت البدايات ديال إنشاء ديال حركة البوليزاريو؟ أولا كي قلت لك يعني نعاودوا. الشعوب المتخلفة هي الشعوب التي لا تعترف بالجميل.
الشعوب المتخلفة هي التي لا تعترف بالجمال، الشعوب الحضارية هي التي كل واحد تعطيه ضالته وتعطيه قيته وتعطيه أشياء، أعطى للقيصر ما للقيصر وأعطى لله ما لله. البوليساريو هو بالنسبة لي ليست إلا حلقة من الحلقات التي كانت يعني، لأنه لا ننسوا على نباتنا وخوتنا أكبر منا ولا كذا شاركوا جيش التحرير. جيش التحرير المغربي. ثم بعد ذلك وقع التكالب بين الجزائر بين إسبانيا وفرنسا كيف نعرفوا 57 كوبيون. وتم القضاء على هذا الجيش التحرير. لا أناقش كيف القضاء على هذا الجيش التحرير أو الأخطاء التي وقعت، لأنه هذه من المشاكل اللي تعني مشكلة الصحراء بالدرجة الأولى، البروبليم دي كومونيكاسيون، مشكلة التواصل وما زال قائما إلى حد الساعة. هذو الناس بعدهم أولادهم فيهم اللي دخل الجيش الملكي باتهم، وفيهم اللي قرأنا يعني شغل في طنطان، شغل في اليمين، شغل في الرباط، مصطفى الوالي مثلا يوم المؤسسين مثلا يعني. كيف نحن مثلا على سبيل المثال قالي كذا، اعطيتك صوره في غتكون في نهايه البرنامج هنايا اللي كنا مع اسبانيا. يعني اللي ثار انتباهنا كجيل هو ملي قامت اسبانيا 1970 بضرب يعني المواطنين العزل يعني بالغرطاس، حين ذاك احنا كنا طلاب ومن بعد ذاك طلاب صغار، ما يمكنش واحد يقول هذا راه يعني مفكر سياسي كبير، لا يعني كان العاطفه الشاب باش يخدم بالعاطفه، عاطفه بالدفاع وكذا وكذا. اسبانيا ضربتنا، اذا احنا ما ناش ديز اسبانيول، احنا اذا خصنا نردوا عليها. وتولدت الفكره بان ناسسوا تنظيم، وهذا التنظيم يكون عسكري في العسكري لكي يعني نستمر نفس الشيء اللي استمروه والدينا، يعني لانه ندافع عن مصالحنا. شحال كنتوا تقريبا في التأسيس؟ احنا كنا 25 واحد في التأسيس. اللي حاضرين راهم كاينين وحدين ثانيين ما جات المحاضرة نتأسسهم فيه، وفيه حتى هو كيف اخبار تحديد الهوية هذا، ولكن ذيك القاعة كانت فيها 25 واحد، وهذيك 25 واحد فيها كاين مجموعة هي الأولى، كاين أولا كانت مجموعة كانت في موريتانيا اللي هي مشات هربت هذيك الساعة من يعني نتيجة البطش الإسباني من 70 خمسة وستة، وثم المجموعة نحن اللي هي مشات حتى هي فيما بعد مشينا شهر واحد 73 28 شهر واحد 73 ومن مشينا فعلا، والموريتانيين يعني السلطة دفعتنا لسلطة أخرى دفعتنا لسلطة، أنا نتكلم عن المجال كذلك، سلطة دفعتنا لسلطة حتى وصلنا للرئاسة واستقبلونا وزيرين لوزير الخارجية ووزير الداخلية، وعطيناهم وثيقه اللي هي راهي موجوده هذيك الوثيقه على ان احنا النوايا ديالنا هو اول نامنوا هذوك الطلاب اللي يجوا انذاك من المغرب، وعلى ان يمكننا بان ندافعوا عن وجهه نظرنا في سميتو. اذا من هو اسمح لي ارجع بك لهذ النقطه ديال 1970 يعني انتفاضه ديال خط الرمله ومواجهتها من قبل اسبانيا بالرصاص الحي انذاك، ماتوا شحال شي اربعه ولا اربعه ديال الصحراويين. نعم هذيك الساعه يعني الانتفاضه يعني انطلقت، والجزائر التقطت الاشارات، واش ما كتشوفش معايا بانه تم في انه بدا التوجه ديال الجزائر تحويل هذاك الاندفاع، ما نقولش اندفاع بشكل ايجابي، اندفاع ديال الشباب وديك القوه تحويلها باش تكون من بعد هذيك الحجره اللي في الحذاء ديال المغرب. سي اولا دعني باش نوصل للدور الجزائري، الدور الجزائري ما بغاتش تلبوا الى 1974 صح، يعني بانه انشاء كان في 73، انشاء ديال البوليساريو في 73، البوليساريو انشاء 73 بدينا نخدموا. والبوليساريو شنو معناه؟ معناه فرينتي بوبولار بارا لا ليبراسيون دي الساقة الحمراء الرياضة، جبهة فروم بوليساريو فروم جبهة التحرير بوليبراسيون دي الساقة الحمراء الرياضة. الحضرمي راه موجود مازال حيا الحمد لله، قال لي انا ديها انت اسبانوفون، هذا خصنا شي عباره نعملوها، ما يمكنش اي واحد يجي وتقول له الجبهه الشعبيه تحرير صاد خصنا واحد لاكرون. وانا ترجمت هذاك الشيء في الليل في واحد الكناش وقلب جبت اف بوليساريو فرون بوليساريو، وهذه فرون بوليساريو للمستمعين اول حد كتبها لاني كنت انا في جريده 20 ماي، اول جريده درناها 20 ماي، هي عبارة عن تراكت كنديروها فيها قسم عربي فيها قسم إسباني، أنا كنت في القسم الإسباني، وكنا كنكتبوا أول فرينتي بوليساريو،
فرينتي بوليسيري. انا كتبت هذيك الليله مع الصباح على واحد البريكي قدام الدار اللي كنا فيها في زويرات حجر، وقلت للحضرمي قلت له شوف واش هذا صالح. قال لي اه بون ميس اكستراوردينير سي فانتاستيك. الوغ ابارتيدرا بدات بدا هذا لا دينوميناسيون فروم بوليسيري. السؤال اللي يمكن يطرحه اي متتابع، علاش ما درنا الجبهه الشعبيه لتحرير الصحراء الغربيه؟ الصحراء الغربيه جابتها الجزائر فيما بعد. انا سي با نو، يعني كاع ذوك النخب تقريبا اول حد مشى ضحيه الجزائر هما هذوك النخب الاولي 45 اطار اللي انا كنت رئيس اللجنه العسكريه. انا ما كاينش شي وحدين فيها، الولي الله يرحمه الولي ضحاو به. يعني بقى مصطفى الوالي بانه كان تقتل كان مات في واحد العمليه عسكريه في نواكشوط امام نواكشوط، يعني في واحد الظروف غامضه. في واحد الظروف غامضه والجماعات المجموعات يعني القوة الدعم اللي هي خمسه تراجعوا عنه. مصطفى الوالي هو كان الزعيم ديال البوليزاريو في البدايات، كان هو يعني طلع هو تقريبا هو الروح الا بغيت تقول، وهو يعني اللي طلع فعليا في المؤتمر الثاني بين 25 يعني وسميته في اوت في اراضي جزائريه، وانا كنت يعني في رياست يعني ماشي الرياسه يعني في المسيرين في المؤتمر نمثل الجيش. وقامت الجزائر نزلت علينا الناس جاونا متندو في الكمين اللي احنا ما طرحين بحسابهم، فهمت غادي كيفاش؟ هذا انا عندي عليه الادله وقلت نعطي له سامي فلان وفلان 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 فرد له. توصل الجزائر هون دارت علينا انزال. اذا واحد السؤال اللي بغيت نسولك هو بانه كيفاش كتفسر التحول ديال البوليزاريو من هذه الجبهه هذه التي تريد تحرير المنطقه الى جبهه خاضعه للسيطره الجزائريه؟ شنو وقع؟ راهينا اولا حيدوا الاطر اللي لان الجزائر هي خبيره في الصحراويين وفي القبائل. ولما بقات اول وفد طلبتنا من تناقش معنا كنا سته مشاو بينا، مشينا للجزائر العاصمه. سكنونا في واحد الوطيل فوق في القصبه يقولوا له وطيل ميغي لان ما كاين. وتحت من القصبه واحد سميتو البيسترو الصغير قالوا لنا تموا تاكلوا هنايا الغدا والعشاء وعندكم خمس دنانير. خمس دنانير هذا تشري شي عندهم يقولوا الشربه. منين تبغي انت تقول شي حاجه تقول له جيب لي هذا يقول لك لا 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 الشريف هذا راه 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 ست دنانير. يعني ضربنا شي 20 يوم واكثر احنا مع الشربه الله يجازيهم بخير. ثم استقبلونا القيادات كامله جلوا الملائكه قصدي مرباح الشريف مساعدي اللي كان متكلم بحركه التحرير هذو القاده الجزائريه. في التالي استقبلونا يعني على هامش المؤتمر اللي كان مؤتمر ديال الشبيبه الديمقراطيه الدوليه اللي متريسته هذيك الساعه يوغوسلافيا استقبلنا بومدين الرئيس الجزائري. الرئيس الجزائري، ولكن الجزائر فهمت على ان هذوك السته اللي احنا جايين السته بار لي فونسيون ديالنا هما فهموا على نشات الاقدار فيما بعد من اللي جات العمليات هما احنا سته لسنا لا الولي لا الحضرمي لا انا لا الاخوان نور الدين حبيب الله لا بوخر ما فيناش شي واحد يعني من المدار الجزائري. ولكن تحرك الجزائر في تلك اللحظه يعني المعطيات اللي متوفره هو ان تحرك الجزائر في البدايه كان تخوف من القذافي، لانه وصول السلاح الاول الى الايدي ديال المقاتلين ديال الجبهه في مواجهه اسبانيا فهم داخل الجزائر بانه نوع من وضع القدم ديال القذافي في تلك المرحله من الصراع. لا غير صحيح هذا. لا اذا سمحت لي جبت لك الوثيقه. مازال القذافي مع الرئيس. هذه الروايه القذافي كاع مازال مع الرئيس 67 حسب علميا. 63 القذافي فاش ولا رئيس ديال ليبيا. القذافي جا 69. لا الجزائر خدام النهار الاول من دير ان اتراكسيون للناس راها كاتبينها لي اسبانيول سي با موا سي ان ديبلومات. إذن الجزائر ملي شافت عن هذه الحركة فعلا احنا في البداية التماس كان عندنا مع الليبيين، ولكن الليبيين بعيد منا ما يمكن لهاش يكون عندها التأثير فعلي. الجزائر طبعا احتلت المنظمة وشدت قيادة مثلا اللي هي رهينة هذا مثلا 88 منين وقعت جاهم جنرالات تما 88 وقال لهم كل شيء لا عبد العزيز بدلوا كل شيء لا عبد العزيز. إذن لا يمكن ان يكون هناك تغييرا في البوليساريو داخليا الا بالاعاجه الجزائري. صح.
استاذ دخيل غنشوفوا بانه في المائده المستديره ديال جنيف غتكون موريتانيا كذلك حاضره. بغينا نعرفوا يعني منذ التاسيس ديال البوليزاريو الدور اللي كانت عند موريتانيا في يعني في مواكبه الحركه، يعني هل هي كلاعب متفرج، هل هي لما خرجت يعني من الاستعمار لم تهتم بشكل كبير في بالبوليساريو، ام ان الاجتماعات التي كانت تعقد على اراضيها كانت تراقبها عن بعد الى غير ذلك؟ يعني الدور الموريتاني في القضيه. موريتانيا دوله مستقله جارتنا، تقاسموا معها الدم كي نقولوا احنا. كانت عانت حتى هي، لان سواء عندنا الرئيس الموريتاني عانى في بشار صحيح فواغه هذا، ثم عانت من الحرب كذلك، لها ضحايا في الحرب. اذا موريتان يعني يمكن لها تلعب دور مهم، لانها مخوله انها تلعب دور بما لها من تماس يعني ومن قرب وكذا. اذا لا ما يمكنش من نفهموا على ان موريتانيا ليست دوله بمعنى انها لا يمكن ان تلعب دور. وي تلعب دور وخاصة تلعب دور، لانها دوله محترمه ومن بعد محترمه فاهمين كيف يمكن فاهمين الدور الملف يتمثل في ماذا؟ يتمثل انا مانيش هو اللي نخطط لموريتانيا نقول لهم ديروا هذه، ما يمكنش هذاك عليهم هما، ولكن انا نظن ان موريتانيا هي تتناول هذا الملف من 78 بطريقه كيسه صحيح، تحاول تحاول بانها انها هي في موقفين صعب، هي لانها موجوده في موقف صعب وما يمكن لهاش توقف موقف صعب، لانها دوله ذات سياده، خصنا ننطلقوا من هذا. ثانية هذا يضغط من هنايا، ذاك يضغط من لهي، هذا من هنا، هذا داخل من هنا، هذا داخل من ذاك، اذا وضعيه اللي هي الحقيقه صعبه. ولكن الموريتانيين متعقلين وفاهمين الملف، فاهمينه بطريقه جيده. والمساله الثانيه راني تكلمت عليها قبيل، على ان حنايا هذه القبائل اللي هي موجوده هي قبائل عندها مدار واسع. يعني انها ماشي محدوده بواحد المجال معين، مثلا واحد مثلا الدار البيضاء ولا من الرباط كيف ما يقدرش يفهم بانه الدور ديال القبيله داخل المجتمع الصحراوي مثلا، بانه القبيله هي الحجر الاساس ربما، وتتصح لي لان بطبيعه الحال اعرف بذلك، بان القبيله هي الحجر الاساس داخل المجتمع الصحراوي. طبعا ما يمكنش نكارطونوا الناس ونقول له انت راناك هنايا في هذه البيقه ما تمشي من هنايا، عندك مترين هنايا، ما يمكنش. شي واحد من لي موند ديبلوماتيك اسبانيول قال الصحراوي من نواكشوط الى الرباط ما يحتاج لوطيل. علاش؟ عنده ولاد عمو في كل بلاصه. يفو كومبروندر صح. يعني لا كيستيون ايمان خاصه نعطي لها القيمه ديالها. وفيما يجي المجال والانسان، الانسان هو كل شيء. هذا يقودنا الى الخطاب. من المؤكد على انكم انتم كوادر لشركات في التاسيس تتوفر على خبرات، تعرف الملف جيدا، اسستم كثير من الحركات داخل يعني الجسم الحركه، ولكن ما كاينش هناك حضور قوي داخل المخيمات. الخطاب انتم تعرفون الخطاب الذي يحتاجه الناس الموجودين في المخيمات. نحن نتحدث عن اهالينا، لا اتحدث عن القياده التي ترتهن بأوامر اهالينا. هناك يحتاجون الى خطاب صحيح. من المفروض على ان هذه الحركات تصوغ هذا الخطاب وسيكون له تاثير قوي سواء على المستوى الداخل حتى في المغرب صح. المغرب يجب ان نعترف بان خطابنا كذلك يحتاج الى نوع من التجديد. سي باشا مابقاش عندنا وقت بزاف تفضل. صحيح، لانه هذو اهالينا، ناسنا، اولادنا، خوتنا، صحابنا، يعني ذوينا، ما يمكنش من نتخلوا عنهم، ما يمكنناش من نقولوا احنا رانا بخير انهم ليسوا بخير. هذو الناس فضائيه، لانهم فضائيه مزريه جدا، وما يمكنش يبقاو رهينه بوليساريو او اي حزب مهما كان صح. ما يمكنش تكون تحت قياده، لانه ما يمكنش ناكلوا يعني السياسه ما تتكل، السياسه ما تتكل، السياسه التدبير نورمالمون خاصها تعود لا تدبير، ما تعودش وسيله للعيش. هذو الناس فضائيه رهينه هناك، وراهين علاش؟ لان اولا مخيمات ما هي مفتوحه اللي ما يفكر كي البوليساريو ما يمكن، ولكن تفكر منك يعني تمشي للحبس او تندال لك يعني الصفات، كل الصفات والقبيحه، لانك عندك وجهه نظر تخالف. وهذا هو المشكل. هنا نطرحوا واش هذه كاع الشعوب وهذه الجامعات واش تؤمن بالديمقراطيه ولا لا؟
لانك انت متعود عندك وجهه نظر ربما مخالفه مع وجهه نظرك انت، تصبح بينه العداوه، وانا وانت عندنا غير وجهه نظر. غنمر الفقره اخرى لان الوقت بدا كيدعمنا شويه، غنمر الفقره اخرى وجه لوجه. ومدا بك عبد الكبير خشيشن بانك مادام طرحتي السؤال الاخر كمل نمشيو في ثلاثه دقائق. ولكن المؤكد على انه انتم دائما يعني انا كنلاحظ بانه في الخرجات ديال الاخوان اللي عادوا من تندوف كلهم تيقلبوا على مبررات ديال انهم غير لا يشركون في البحث على الوسائل التاثير في القضيه. ولكن نعلم على ان هذا الجزء المتعلق بالمبادره الشخصيه او المبادره المنظمه التي يمكن ان تخاطب الداخل ديال المخيمات، ممكن الان مواقع التواصل الاجتماعي في داخل المخيمات تلعب دور كبير جدا. صحيح. تلاحظ كيف تابعنا بشكل مباشر محاوله الاعتداء على مجموعه ديال الصحراويين التي يلقبوا على القوت ديال باش يسترزقوا الله، كيفاش تحاصروا بواسطه سيارات مدججه بالاسلحه. صحيح. الان كاينه امكانيات ديال التواصل، كاينه امكانيات ديال الفعل، وهي متاحه لان العالم كله يتحرك بهذه الوسائل. انا اتساءل من هذه المقدمه شنو درتوا؟ حنا ولا قلت لك انا انت شنو ما درتوا انتوما؟ ما درتوا انتوما السؤال حقي كصحفي، حتى انا كنت صحفي سابقا كنت، شنو درتوا انتوما؟ حنا درنا اولا ونا اي شدينا تحملنا مسؤوليتنا وهرسنا الجدار النفسي اللي كان انذاك ما بين البوليزاري والمغرب. هرسناه ضحينا صوتنا برجلينا وضحينا الامرين، لانه ليس بالامر الهين لانك تتخلى عن تنظيم بنيته او مؤسسه بنيته ولا لا. علاش تخلينا؟ تخلينا من اجل ان يكون هناك صلحا شاملا حقيقيا يراعي كرامه الانسان. وناضلنا مازلنا نناضلوا، وجودنا هون دليل خير ودليل على هذا. انا لا امثل اي كان، من مثل حزب، من مثل حد، مثل راسي، وجهه نظري تلزم منه. اذا معناها انه شنو؟ معناها على ان احنا انه ناضل. الحال المشكل كيفاش نحلوه؟ نحلوه بالتواصل، نحلوه بالاحترام. لا سؤالي نبان على اساس انه في كل مره نتحدث على يعني شخصيه من الشخصيات يتحدث على اقصاء. اينكم الاقصاء؟ واش الاقصاء في المبادرات؟ كاين ولا ما كاين؟ في المبادرات نسولك اسالك. كاين ولا ما نسولك انا واش كاين اقصاء ولا ما كاين؟ انت صحفي مميز، واش كاين الاقصاء ولا ما كاين؟ من المؤكد على انه الطريقه ديال الاداره ديال الملف هي معقده كما قلنا، ربما انه الان تمثيليه المؤسسات هي بدايه مؤسسات المنتخبه، بدايه لهذا التحلحل، ولكن لابد من الضغط، لابد من المبادره. لا يكون هناك حلا الا بالديمقراطيه. مؤكد. ما يمكن ان يكون هناك حلا الا ب لا كومبيتونس. لي زان كومبيتون، يعود خوك، يعود ولدك، يعود بوك، تبغي تحبه، ولكن ما يمكنش توحل به الناس ثاني وديرو تماك وتقول هذا راه هو خاصو اللي يكون هو سيت ان كومبيتون. ثلاثة دقائق ديال عبد الحفيظ منور، تفضل استاذ الحفيظ. نعم استاذ دخيل، انا غادي نمشي شويه للمستقبل، المائده المستديره ديال جنيف. هل انتم متفائلون يعني باللقاء اللي غادي يكون؟ طبعا انا دائما متفائل، وكنت ماني متفائل عاد مت في الحنك وركشاش ملي مشاو بينا وكبلونا ولاحونا في هل هذا اللقاء هذا اللقاء يزحزح يعني هذا الحمد لله. شوف لا نقول لك واحد القديم، الاستاذ المحترم تكلم عن التواصل، هناك تواصل، هناك اراده، هناك يعني راي عام يبحث عن الحلول، هناك السلم هو الاساسي، وهناك يعني هذه الدول كامله تريد ان يكون هناك حلا سلميا يعني موضوعيا واقعيا. يعني اذا انا نقص متاكد على ان في يوم من الايام سنصل الى حل يرضي الجميع، وهذا الحل ممكن، ما ليس غير ممكن. الا راهي الامم المتحده قالت شريطه ان تكون هناك الاراده وبدون شرط او قيد، لانه اللي يتصالح ما خصوش يوضع الشروط. تدخل يعني هذا الحل الذي ننتظره مرتبط كذلك بالناس يعني سكان المخيمات والاوضاع الداخليه. شفنا بانه ظهور انتفاضات اصبحت تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي سندا لها كذلك. شفنا واحد المجموعه من الشباب
كيديروا المباشر فيسبوك الى غير ذلك لفضح بعض الممارسات اللي ما كانتش يمكن يتوقف عليها المنتظم الدولي. بالنسبه لكم بالامور اللي استوقفتني كذلك عند بعض الشباب اللي يحاول يفضح هذه الممارسات اللي مرتبطه بالقياده، يعني انتم في تصريح سابق قلتم بانه ربما هذا النزاع ممكن يحسم فيه الوقت، ربما تكون قصدتوا يعني التغير على مستوى القيادات الجزائريه، ولكن كذلك حتى على مستوى القيادات في البوليساريو. كنشوفوا مثلا ابراهيم غالي الان 68 سنه ولا 70، يعني هناك هل ممكن انه هاد الانتفاضات اللي كيقودوها الشباب ممكن انها في مقابل يعني هاد شيخوخه القياده ممكن يكون عندنا الحل وهذا الانفراج في المستوى؟ لا بد من يكون حل، لا تقنطوا من رحمه الله، سيكون هناك حل في يوم من الايام. طبعا انا قلناها على انه خصنا خطاب الحوار، خصنا خطاب التواصل، خصنا خطاب السلم، خصنا القيادات تفهم على ان حنايا مصيرنا ومصير اولادنا ومصير احفادنا راه هنا، على ان خصنا نبحثوا عن السياق اللي يمكننا نتفاهموا. علاش ما نقدروا نتفاهموا اكثر اللي جمعنا اللي فرقنا؟ اذا خص العمل على ان يكون هناك خطابا سلميا من اجل السلام ومن اجل الوئام، وما زعم على ان هناك من يدافع عن خطاب الاقصائي، وهناك من يستعمل الارهاب الفكري انك لا تعبر عن وجهه نظرك او يسد لك الباب وما يخليك تعبر عن تي كومبيتونس. اذا احنا اون ريلانتي هذا الحل، الحل لابد له ان يكون، لانه هناك ناس اذكياء عقلاء يعني قارين الحمد لله زوينين اكسترا اكسترا، علاش ما نلقاو حل؟ خصنا نلقاو حل. الحل يبدا باعتراف بك انت براسك وبقدراتك وباخطاء وديك الساعات الاخر. سي باش تخيل ندوزو الاختيار ديالك، الاختيار ديالك هي واحد الصوره اللي غتبان دابا ممكن تشوفها هنا مباشره، غتبان هي واحد الصوره فيها مجموعه من الناس اللي انت فيهم، انت فوق ديالها على اليمين. علاش اختيار الصوره وشنو اي سنه بعدها؟ هذه 1973 ممكن بقى كتشوفنا. هذه في 1973 لما خرجنا من اسبانيا المجموعه، ديك الساعه وسائل الاتصال الاسبانيه كانت ضعيفه جدا ولم يعوا بالخبر اللي وصلنا مثلا الحدود تشلا. احنا جماعه وحدين اخرين ما كاينين في الصوره فيهم الوشاع الله يرحمه صديق ديالي واحد من المؤسسين كذلك وحدين اخرين، قامت اسبانيا وضعتنا في ريشيرش مبحوثين عنهم ولا مبحوث عنهم في الريشيرش، ورانك تشوف على انه فما يعني كان ابراهيم غالي هو القائد ديال بوليزاريو حائليا هو اللي كاين في اليسار في التحت وفما كاين ولد عمو محمد المتيني الله يرحمه ولد سعد بو توفى شهيد في الحرب، كاين الاخ ديالي محمد سالم، هذا محمد سالم شارك في حرب الرمال كوتي ماروكي ومؤسس بوليساري، وكاين يعني احمد الغايد صالح بيروك حتى والله يرحمه كان من الجماعه اللي كانت في الزوارات لانه كان من قيادين الحزب الذي نظم. يعني بان الهدف من هذه الصوره هو بانه القضيه بانها التكوينه ديال بوليساريو كانت بانها مختلفه من ناحيه التكوين ديالها. سي مختلفه لانه يعني الهدف اللي عندنا لا تنسى على انه في ذيك الفتره احنا ما عندناش ما نقدوش نقول عندنا الخبره اللي عندنا ورايك والتكوين اللي عندنا شباب منضافية نريد اخراج اسبانيا متشبعين بالكفاح ضد الاستعمار الى غيره. هي قضيه مخبله خصها شويه باش اكزاكتومون. وصلنا نهايه البرنامج مره اخرى، كنشكر الضيف ديالنا باش يدخل المحلل السياسي وايضا احد الاعضاء المؤسسين لجبهه البوليساري، نشكر ايضا الصحفيين عبد الكبير خشيشن صحفي جريده الاحداث المغربيه، شكرا لك الحضور معنا، وشكرا عبد الحفيظ منور صحفي بالقناه الثانيه، شكرا لكم والى اللقاء الاسبوع المقبل، شكرا.